السلام عليكم. طيب موضوعنا النهارده ان شاء الله هيكون عن حاجه اسمها LLVM. الموضوع بخصوص جزء الستاتيك اناليسيس. بالتحديد تقدر تستخدم الحاجات اللي هنشرحها النهارده ان شاء الله في انك تدور على ثغرات في الحاجات اللي مكتوبه بالسي والسي بلس بلس، وفي المستقبل ممكن لغات تانية تضاف للموضوع ده. فهيكون الهدف من التوك ازاي تقدر تستخدم ال في ام في حاجه زي كده. برضو احد الاستخدامات التانية لل ال في ام في حاجه اسمها instrumentation. يعني ايه instrumentation؟ يعني لو انت عندك كود وعايز بشكل سيستماتيك تضيف اجزاء زياده ليه. على سبيل المثال لو انت عندك كود وعايز كل لما تدخل فانكشن كود معين يحصل له اكسكيوشن، يعني عايز تبرنت مثلا اسم الفانكشن اول ما تدخل فيها، ممكن تضيف الكود ده مش وانت بتكتب كود السي، او حتى البروجكت بتاعك يعني مش هتعرف تعدل عليه او التعديل عليه هيبقى صعب انك تضيف في كل فانكشن يكسكيوت حاجه. ممكن تعمل موضوع الانسترومنتيشن ده، يعني على سبيل المثال لو انت عايز مثلا لما البرنامج يشتغل تعد كام فانكشن حصل لها اكسكيوشن واسامي الفانكشنز دي ايه، ممكن تعمل حاجه زي كده بايه ال ال في ام. ده بالاضافه ان انت ممكن تستخدمه في انك تعمل ستاتيك اناليسيس. هتعدي السورس كود بتاعك عليه يبدا يراجع على السورس كود ويطلع لك بشكل اوتوميتد المشاكل اللي فين، اللي في الكود. طيب الموضوع ده شويه مخصص لو انت هتعمل ديفلوبمنت، بمعنى ان هي مش تول جاهزه بترنها. في الغالب هتحتاج تكتب اجزاء كود عشان ايه يبدا يرن الموضوع. طيب اعرفكم بنفسي قبل ما ادخل في التفاصيل، انا اسمي فادي محمد عثمان، كوفاوندر ات زيناد اي تي، وحاليا شغال سكيورتي اناليست في التراياج تيم في هاكر 1، او اس اي او اس بي او اس اي سيرتيفايد. والحاجات اللي انا بتكلم عنها معظم الوقت اللي هي الفازنج والاكسبلويتيشن والكلام ده واخدها كهوايه جنب الشغل. طيب هنبدا الاجنده. احنا عرفناكم شويه بال ال في ام، هنتكلم هو شغال ازاي. ال في ام هو حاجه بيسموها كومبايلر تول تشين. يعني ايه؟ انتوا عارفين ان الكومبايلر هو المسؤول عن انه يحول كود السي لاسمبلي على سبيل المثال. طيب ال في ام بيعمل نفس الموضوع بالظبط. في الواقع الكومبايلر، في كومبايلر اسمه جي سي سي المشهور على لينكس، وفي عندك واحد تاني اسمه كلانج. كلانج ده اللي بيستخدمه ابل وموجود برضو على لينكس لو عايز تستخدمه. كلانج بيستخدم ال ال في ام، يعني كلانج مكتوب عن طريق ايه؟ ال ال في ام. طيب ايه الفرق بقى بين الكومبايلر العادي وبين كومبايلر مكتوب بالال ال في ام، وايه علاقه ده بالسكيورتي؟ يعني انت الموضوع يبدو ان هو ديفلوبمنت، انت بتتكلم عن كومبايلرز ليه؟ طيب لو بصينا للكومبايلر العادي هتلاقي الكومبايلر العادي بيعمل حاجه اسمها، عنده حاجه اسمها فرونت اند. فرونت اند ده بيقرا السورس كود بتاعك اللي هو مكتوب بالسي او ايا كانت اللغه، وبعد كده يبدا يعمل له بارسنج، وفي الاخر يجنريت ايه؟ اسمبلي. في النص لغه اسمها ار تي ال، بس اللغه دي قريبه قوي من الاسمبلي، يعني ما ينفعش تقعد انت تقرا كده ار تي ال وتبقى فاهمها والموضوع سهل وجميل. ال ال في ام عمل ايه بقى؟ قال لك خلاص احنا هناخد اللغات كلها ايا كان اللغه اللي انت عايز تكتبها، وهنترجم اللغات دي للغه وسيطه اسمها ال ال في ام اي ار. احنا هناخد عايز تعمل كومبايلر سي سي بلس سي بلس بلس ايا كان اللغه، مش هتحولها على طول لاسمبلي. امال هتعمل ايه؟ هتحولها الاول ل ال ال في ام اي ار. طيب بعد كده تاخد ال ال في ام اي ار تبدا تعمل كود بيحوله للاسمبلي. حد حس الميزه هنا فين؟ احنا بقينا بنحول كل اللغات للغه وسيطه. لو انا عايز اعمل اوبتمايزيشن لازم اروح بقى اعمل اوبتمايزيشن لسي سي بلس بلس كل لغه، ولا ممكن اعمل اوبتمايزيشن على ال ال في ام اي ار وكل اللغات في النهايه تحول لاي ار
اعمل اوبتمايزيشن او حتى اعمل سورس كود ريفيو تول مكتوبه على مين بتبارس الاي ار. فانت كده بقى في عندك لغه وسيطه كل اللغات ممكن تتحول ليها سي سي بلس بلس جو ان كان اللغه تحولها ل LLVM IR وبعد كده تبدا تشتغل عليها. طيب الميزه الثانيه ان انت في النهايه محتاج تحول لغه وحيده للاسمبلي اللي هي الاي ار. فانت عايز تحول سي لاسمبلي تعمل ايه؟ تحولها لاي ار والجزء بتاع تحويل الاي ار لاسمبلي كده كده موجود. فانا اتشال عنك جزء كبير جدا من كتابه الكومبايلر. ده كان الهدف الاساسي ليها وده الميزه الرئيسيه ليها في حاله انك بتعمل ديفلوبمنت او بتكتب كومبايلر يعني. طيب كسكيورتي بقى هنشوف ازاي ده هيفيدنا في شغلنا. طيب ده مثال على سي كود. عندك فانكشن اسمها مين بترجع انت والكود بيعمل ريتيرن 12 فقط لا غير. تمام ده الكود بتاعي سي. طيب بتحوله ازاي للاي ار؟ عن طريق احنا قلنا في كومبايلر مكتوب بالال ال في ام اسمه كلانج. فانت بتقول له كلانج داش اس، اس ده يعني اطبع لي الاي ار بشكل اعرف اقراه. تمام لانه ممكن يطبع باينري فانت مش عايزه يطبع باينري، انت عايزه يطبع تكست تعرف تقراه. فالاس ده بيقول له ايه؟ اعمله ريدابل، عايز اعرف اقراه مانوالي. تمام بعد كده بتدي له الاوبشن اللي هو اميت ال ال في ام، يعني طلع لي الاي ار كود. تمام يبقى الداش اس قال له طلع لي قال انا عايز الاي ار كود اللي يطلع يبقى ريدابل، وال ال اميت ال ال في ام دي اللي فعليا هتطلع ايه الاي ار كود. داش او 3 يعني فول اوبتمايزيشن. عندك الاوبشن ده موجود في الجي سي سي في معظم الكومبايلرز. داش او كابيتال زيرو يعني مفيش اوبتمايزيشن، وعندك من زيرو لحد ثلاثة. فانت ثلاثة ماكسيموم اوبتمايزيشن، او زيرو كام؟ نو اوبتمايزيشن واتسو ايفر. تمام طيب الكود ده هيتحول ازاي لاي ار؟ هتلاقي انه الاي ار افضل بكتير جدا من الاسمبلي. الكود ده لو انت عندك اسمبلي اصلا كلمه مين دي هتطير، ده بشكل اساسي مفيش حاجه اسمها نيمينج في الاسمبلي. هتلاحظ حاجه جميله برضو انه ريت اي 32، اي 32 يعني ايه؟ 32 بت انتجر. تمام فعندك النوع، الاسمبلي ما فيهاش نوع. الاسمبلي انت بتعرف النوع ازاي؟ لو انت معدي على انستراكشن ملتبلاي مثلا بتاخد الساين في الاعتبار يعني نيجاتيف اور بوزيتيف، يبقى بتعرف ان الرقم ده كان الديفلوبر لما كان كتبه كان سايند. تمام تخيل ان انت مستحيل تعرف الا لما تشوفه معدي على الانستراكشن، في حين انه في الاي ار كود حاجه كده شبه ايه السي والسي بلس بلس. طبعا الاي ار كود بيبدا يبقى اعقد شويه لكن في رايي مازال اسهل بكتير من الاسمبلي. لو انت عندك كود زي ده مثلا. تمام هنكمبايل الكود برضو نفس الطريقه كلانج داش اس اميت ال ال في ام، بس في الحاله دي هنعمل اوبتمايزيشن بزيرو. ليه؟ لو انت قلت في حاله زي كده للكومبايلر اعمل الاوبتمايزيشن بثلاثه اللي هيحصل ايه؟ هيلاقي الاي ب 12 وبي ب 16 وبعدين انت بتريترن ايه؟ ايه بلس بي، هيروح شايل كل الكود بتاعك ويعمل ايه؟ ريترن 28. تمام ده جزء من الاوبتمايزيشن على ليفل السي كود. لو انت جاي بتدي كود زي ده لكومبايلر انت عندك ايه مستحيل تتغير ما بتاخدهاش من حته، بي يستحيل تتغير، وبعدين بتريترن ايه بلس بي. ليه انا اعمل العمليات دي كلها؟ مفيش سبب. فالاوبتمايزيشن يعمل ايه؟ يروح رامي الكود بتاعك كله وحاطط ريتيرن 28. وده احد الحاجات اللي بتقابل الناس اللي بتعمل ريفرس انجينيرنج، انه الكومبايلر ممكن يعمل اوبتمايزيشن تلاقيه شايل حاجات كتير تخلي الكود مفهوم عشان السرعه. تمام طيب ده مثال هنعمل له كومبايل برضه على ال في ام، هتلاقوا بس في شويه انستراكشنز زياده. عندك ظهر انستراكشن اسمها اللوكيت يعني، وعندك ستور وعندك لود تحت. تمام اللوكيت بتحجز مساحه في الستاك زي ما انت عايز. في الحاله دي قال له اعمل اللوكيشن ليه I32
ده كأنك بتكتب ايه في السي؟ انت اكس مثلا. كده انا حجزت مكان لانتجر 2 بت انتجر، تمام؟ نفس النظام 2، فاول ثلاثة دول هو بيحجز مساحة لمين؟ للفاريبلز، تمام؟ طيب بعد كده هتلاقي ستور i32 12، ده كأنك بتقول ايه؟ ايه بتساوي 12 وهكذا. طيب الكود ده لو انت تعودت عليه هتلاقيه اسهل بكتير من تقرا ايه؟ السمبلي. الجميل في الموضوع انك حتى مش هتحتاج قوي انك تقرا الكود ده، اللي انت محتاج تعرفه بس الانستراكشنز بتعمل ايه، يعني ستور بتعمل ايه، لكن مش هتحتاج تحفظ السنتاكس حتى او تعرف تشتغل ازاي. طيب طيب واي شود اي كير؟ حتى الان الكلام كله ملوش علاقه بالسكيورتي، كله الكومبايلر شغال ازاي، انت بتحول السي كود لانترميديت لانجوج، انا كواحد بتاع سكيورتي استفدت ايه؟ ما اعرفش. طيب اللي احنا هنستفيده هنا ايه بقى؟ احنا زي ما قلنا كود السي والسي بلس بلس والجو كله هيتحول ل LLVM IR. طيب لو انا كتبت سكيورتي تول، سكيورتي تول بتدور مثلا على الدينجرس فانكشنز وخليتها تشتغل على الاي ار بدل ما تشتغل على السي او جو او سي بلس بلس، ده معناه ايه؟ معناه ان التول اللي انا هكتبها دي انا مش هكتبها مره لكل لغه، ومش هحتاج اروح اعمل بارسنج للغه. مين اللي هيعمل لي الكلام ده كله؟ ال ال في ام. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل اميت لل ال في ام، ال ال في ام، واكتب التول. الجميل في الموضوع ان انت مش هتحتاج تروح تكتب التول فروم سكراتش، يعني مش هتروح تكتب تول تفهم ال 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 في ام اي ار. امال هتعمل ايه؟ تستخدم اصلا اللايبرري بتاعت ال ال في ام، تقول له والله روح عندك كود اهو طلع لي اللي فيه وقول لي، وانا اعمل ايه؟ انا بص بس انا عايز اعمل ايه بالظبط، تمام؟ طيب الموضوع ده بينطبق لو انت عايز تعمل ستاتيك اناليسز، يعني انت لو انت عايز تراجع الكود، ولو انت عايز حتى تحط انستراكشنز زياده في الكود. بعض الفازرز زي AFL مثلا بيستخدم ال LLVM عشان يعمل انسترومنتيشن، يعد انا عملت اكسكيوشن لكام بيزك بلوك، انا عايز اعرف الفايل اللي انا اديته للفازر ده اثر كويس ولا لا، فبيحسب انا عملت اكسكيوشن مثلا لبلوك زياده وهكذا. طيب ال LLVM بيديني البرنامج في صوره ايه؟ ببسطه لك جدا، بيديك في صوره موجول الاول، ده البرنامج كاملا، تمام؟ وبعدين اقسم لك البرنامج لايه؟ لفانكشنز، وبعد كده كل فانكشن عباره عن ايه؟ بيزك بلوكس، وكل بيزك بلوك جواه بقى الانستراكشنز. فهو بيديهولك في صوره ستراكشرد، مش هيديهولك خد انستراكشنز وتعامل معاه، لا بيقول لك اهو في برنامج عندي اسمه a.exe جواه الفانكشنز اللي اسميها كذا، وبعد كده جواه البيزك بلوكس اللي اسمها كذا. فكل حاجه انت بتبص عليها هي مديها لك بسهوله جدا. طيب الموضوع بيتم ازاي؟ ايه يعني ايه بيزك بلوكس؟ البيزك بلوكس هو لما يبقى في عندك في البرنامج ديسيجن ميكنج، يعني عندك اف ستيتمنت، دي بتقسم البرنامج ل 3 بلوكس. البلوك الاولاني اللي فيه الاف ستيتمنت لو اكس اقل من واي، البلوك الثاني بتاع ترو، البلوك الثالث بتاع فولس، دول اللي احنا بنقول عليهم ايه؟ بيزك بلوكس. فال ال في ام هيقول لك والله خد البرنامج بتاعك اهو، البرنامج اسمه كذا، في عندك الفانكشنز 1 2 3، وعندك جوه كل فانكشن في اف ستيتمنت قسمت الاكسكيوشن كمان ترو فولس، تمام؟ طيب عشان تلف على، طبعا الموضوع ده للناس اللي بتعمل ريفرس انجينيرنج فيري فاميليار، لان انت عندك حاجات زي ايدا برو وجدرا وخلافه بقسم البرنامج لايه؟ فانكشنز بيزك بلوكس. فهي بالنسبه للناس اللي بتعمل ستاتيك اناليسز على مستوى الباينريز او ايا كان، بالنسبه لهم مش حاجه جديده، الكونسبت مفهوم. فانا مجرد بس ما تقول له انت هتعمل هيديك البرنامج صوره بيزك بلوكس وفانكشنز، خلاص الموضوع اتفهم، تمام؟ طيب في انواع من ال في ام باسز، عندك الموجول ده اللي هو بيشتغل على البرنامج كاملا، وعندك اللي بيشتغل على الفانكشنز، وعندك لو انت عايز تمسك بيزك بلوك باي بيزك بلوك. الموضوع فعليا لما تيجي تكتب الكود ابسط مما تتخيل. ده شكل الباس اللي انت بتكتبه لل ال في ام.
تعمل لوب عندك فانكشن اسمها ايه run on module ده اللي هو ايه run على البرنامج ده. طيب وبعدين تقول له for function f اللي موجودة فين في البرنامج اللي اسمه m. فانت عندك for loop هتطلع كل الفانكشنز اللي موجودة فين في البرنامج. طيب بعد كده انا عايز اطلع البيزك بلوكس اللي جوه الفانكشنز اعمل ايه كمان for loop for basic block bb in function. طبعا عشان اصلا تعمل الموضوع ده بحاجة بتعمل بارسنج للكود بتاع السي مثلا كمية الحاجات اللي انت هتحتاج تعد عليها لا تتخيلها. هتعد على حاجة مثلا هتحتاج تطلع حاجة اسمها abstract syntax tree تعمل بارسنج للكود وتطلع كل ده يدوي. لكن انت عن طريق ال LLVM هي for loop for functions. عايز تطبع اسامي الفانكشنز هتعمل ايه تقول له if dot name بعلك اسم الفانكشن. عايز الارجومنتس بتاعت الفانكشنز if dot arguments فقط لا غير. كل اللي انت عايز تطلعه اي معلومه انت عايز تطلعها عن الكود ممكن تطلعها ايه بالطريقه دي. طيب شوف بس الوقت. طيب الموضوع بقى بيتم ازاي ده مثال على الكود. انا بعمل هنا فور لوب على البيزك بلوكس جوه البيزك بلوكس عندك ايه انستراكشنز وبتعمل تقول له والله الاوب كود اي دوت جيب جيت اوب كود وتعمل سويتش كيس تقول له مثلا عايز الانستراكشنز اللي اسمها ايه ستور عايز الانستراكشن اللي اسمها لود عايز الانستراكشن اللي بتعمل اد عايز الانستراكشن اللي بتعمل كل فانكشن وهكذا. فانت ممكن تعمل لوب على كل الفانكشنز اللي موجوده فين في الابلكيشن والبيزك بلوكس والانستراكشنز. تمام. طيب المشكله الرئيسيه لما الناس في ناس بتبدا تتعلم ال ال في ام في عندهم مشكله رئيسيه انه بيقولوا انه صعب انا مش عارف افهمه الكلام ده معقد وبتاع. فعليا الواقع انه في مانوال لل ال في ام وكل شويه المانوال ده بتحسن لكن للامانه لو انت هتشتغل في ثقافه كده اللي هي ار تي اف ام اللي هي ريد ذا فريكن مانوال فيرسز ار تي اف سي اللي هي ريد ذا فريكن كود. في open source projects معينين كده مصطلح التاني ده ما اعرفش حد بيستخدمه ولا لا بس يعني في عندنا لينكس مثلا لو انت عايز تعمل contribution لينكس من الحاجات العاديه جدا انك تروح على الكوميونتي بتاع لينكس تقول لهم يا جماعه انا عايز اكتب حاجه في اللينكس وبتاع وعايز اعمل contribution وكده من الطبيعي جدا يرد عليك يقول لك ايه يعني انت بتقول له انا عايز اكتب مثلا درايفر او ايا كان عادي جدا انه يقول لك اه طب ماشي روح اقرا الدوت اتش فايل الفلاني ده فايل جوه السورس كود او روح اقرا السي فايل الفلاني وانت تعرف ازاي تعملها. تمام. ففي بعض البروجكتس بتعتمد على ايه انا مش هدي لك مانوال كود از دوكيومنتيشن روح اقرا الكود وانت تفهم. للامانه مفروض ان ال ال في ام ليه الى حد ما دوكيومنتيشن كويسه لكن في حالات اضطريت فعلا ان انا لازم تروح ايه تجيبها من السورس كود. تمام. ويمكن ده احد الاسباب من بعض الناس معتبره ايه صعب شويه فيه. طيب التطبيق العملي للموضوع ده ايه في حاجه اسمها تينت اناليسيس. تينت اناليسيس اللي هو على سبيل المثال انت بتشوف اليوزر انبوت دخل مثلا الابلكيشن جبته من على النتورك او من كوماند لاين وبعدين وصل لفانكشن فيها سيكوال انجكشن مثلا او وصل لفانكشن فيها كود اكسكيوشن او ايا كان. الستاتيك اناليسيس تول بتعمل ايه؟ تبدا تمسك اليوزر انبوت من اول ما دخل الابلكيشن تشوفه عدى على انهي فانكشنز وتشوف هل هو وصل لدينجرس فانكشن ولا لا؟ يعني وصل لمسار دينجرس ولا لا؟ دي ابسط حاجه في الكود اناليسيس يعني. في طبعا حاجات اعقد من كده لكن خلينا ناخد المثال البسيط ده. طيب في المثال ده احنا عايزين نعمل ايه؟ عندنا فانكشن اللي هي string copy وعايز اشوف اليوزر انبوت دخل من arg v1 هل وصل الدينجرس فانكشن ولا دي الدينجرس فانكشن ولا لا اللي هي string copy ولا لا. اول حاجه عملتها هو ايه ان احنا الاول عملنا الاول classification by function type. يعني ايه؟ يعني نقسم الفانكشنز لانواع. اول نوع عندنا entry. يعني ايه entry؟
حاجة زي المين فانكشن مثلا. المين فانكشن في السي دي أول حاجة بيحصل لها execution. فلو شفت المين فانكشن أعمل إيه؟ أحطها إن هي entry. طيب لو عندي فانكشن بتقرأ user input أيا كان من network أو من أي حتة network command line أيا كان, الفانكشن دي هنقول إن هي إيه؟ source, ده مكان هناخد منه data. طيب بعد كده عندنا فانكشن هنصنفها على ان هي sync. sync يعني ايه؟ دي dangerous function زي string copy مثلا, الفانكشن اللي بتسبب SQL injection. فبنبدأ الاول مصنف الفانكشنز دي. طبعا عندنا انواع تانية مثلا زي sanitize اللي هي بتتأكد ان انت ما عندكش SQL injection, يعني لو موجودة هو يبقى لتشيك موجود يبقى انت ما فيش SQL injection وهكذا. تبدأ تصنف الفانكشنز دي تمام, وبعد كده نعدي على البرنامج كله نبدا نعمل كلاسيفيكيشن للفانكشن, وبعد كده نشوف الفانكشنز اللي بتقرا من اليوزر انبوت نادت على انهي فانكشن. فانا بسجل والله في فانكشن قرت من نتورك وبعدين عدت على 5 فانكشنز تانيين مثلا, وبعد كده في الاخر وصلت الدينجرس فانكشن. فانا الاول بلف اشوف الفانكشنز اشوف اتقرا داتا منين, وفي النهايه هل الداتا دي وصلت لحاجه دينجرس ولا لا. تمام طيب ده الكود اللي بيعمل الموضوع ده. الكود ان شاء الله هحطه على جيت هاب, فلو حد عنده اي اسئله فيه او عايز يجرب الموضوع. طيب ماشي, بس فهو بيبدا ياخد الفانكشنز دي وبحطهم جوه حاجه اسمها تينت ايدج اللي هي الانبوت جه منين وراح لفين. على سبيل المثال لو انا ناديت على المين على فانكشن اسمها فانكشن 1 هتلاقي عندك ايدج من مين لفانكشن 1. طب فانكشن 1 نادت على فانكشن 2 هيبقى عندي ايدج فانكشن 2 من فانكشن 1 لفانكشن 2 وهكذا. فانت عندك سلسله كامله كده لو عديت عليها تعرف بالظبط اليوزر انبوت دخل منين طلع لفين. بعد كده بتبدا تلف عليهم وتشوف هل هم فيهم dangerous functions ولا لا, هل بدأنا من source وصلنا ل sync ولا لا. تمام طبعا ده شكل ال output بتاع ال tool. على سبيل المثال هنا قال لك vulnerability detected dangerous use of string copy, وبدأ يعمل analysis trace قال لك انت بدأت من main الارجمنت رقم 0 تمام, عدى على function 1 argument رقم 0 على function 2 من argument رقم 0 function 3 argument رقم 0 وفي الاخر وصل لفين string copy. طبعا عشان تتراك ده manually الموضوع صعب جدا, هتقعد تنط من function ل function, لكن automatically انت ممكن تطلع كل الحاجات اللي فيها مشكلة زي كده بشكل automated. تمام طيب حد عنده اي اسئلة؟ اي اسئلة؟ انت بتتكلم على ان هل الاوبتمايزيشن في بعض الاحيان ممكن يقفل ثغرات او كده او يخليك ما تشوفهاش. هو وانت بتكتب التولز مفروض بتاخد في الاعتبار ده فعلا. ممكن انت تبقى متخيل ان السيكونس هيجي بطريقه معينه ويجي بطريقه ثانيه خالص. في حالات بقى الاسوأ, ودي اظن حصلت مع الجي سي سي, انه كان بيحط انستراكشنز تسببت ان في ثغرات, يعني بيوبتمايز عشان يسرع الدنيا فبدل انستراكشنز تسببت انه تقريبا كل البرامج اللي حصل لها كومبايليشن بالجي سي سي الفيرجن ده بقى فيها مشاكل. لكن لو انت بتكتب ستاتيك اناليسيس تول لازم تاخد في الاعتبار انه تفكر هو الكود ده هيطلع شكله عامل ازاي او هيوصل ازاي. الطريقه اللي اتعد بيها ده ان انا اصلا ببص بشكل جينيريك, يعني على سبيل المثال في انستراكشن بتعمل ستور, انا بتكلم عن ليفل انستراكشن, في انستراكشن عملت ستور بقى في تينت, يبقى اليوزر داتا حصل لها ستور. فانت بتعدي على فانكشن على انستراكشن باي انستراكشن مش هيبقى عندك المشكله دي. لكن لازم هتاخد في الاعتبار طبعا مثلا فانكشنز زي اللي بتعمل كوبينج للداتا لازم برضه هتاخدها في الاعتبار.
تفضل تفضل. How easy writing a binding language in LLVM? يعني على سبيل المثال, I know. I know there is a big list. We'll see. We'll see plus. طيب وانا واصل السؤال, انت بتتكلم عن انه البروجرامينج لانجويجز اللي اتكلمنا عنهم مش كتير. بالظبط. يعني طيب مثلا او في بي اي, يعني لو ما عندي في بي اي. بالظبط. نظريا ممكن تترجم معظم اللغات لل ال في ام. عمليا اللي اتعمل مش كتير قوي. في محاوله تمت من الفيسبوك ان هم ينقلوا بي اتش بي لل ال في ام, وكانت محاولة ناجحة, لكن البرفورمانس جين اللي طلع معاهم ما كانش مستاهل الموضوع. يعني قالوا ان احنا عشان نعمل ريبليسمنت للانفراستراكشر ده كله, في حين ان انت ما فيش برفورمانس جين ما لهاش لازمة. لكن كلامهم انه كان ممكن في المستقبل يبقى حاجة ليها لازمة. في حالة زي كده ده معناه انه لغات حتى زي انتربريتد لانجوجز زي البي اتش بي فعليا ممكن تتحول بال LLVM, لكن حاليا مش هتلاقي كتير. يعني حاليا سي سي بلس بلس, الحاجات النيتف قوي شويه ممكن تلاقيها. في اي اسئله تانية؟ اتفضل. اوكي, ثانك يو فيري ماتش فور يور تالك. Now that LLVM is kind of widespread, I know that it's even supported in WebAssembly. So, for example, programs written in old school programming languages like C, C++ can now be embedded in front-end applications. I see some people using it as a way to obfuscate their pages. I know that if it continues to spread, there are going to be more tools to analyze it, to reverse engineer it. But do you think it's justified to switch to LLVM instead of obfuscated JavaScript, just in order to obfuscate code? You mean using LLVM for obfuscation? Or? Yes. I don't think it would be good for obfuscation. I think it can be good for analysis, something like that. But to obfuscate code, I don't see it very obfuscated. As a matter of fact, I like reading LLVM more than assembly. Compared to JavaScript, not assembly, because we are in. Oh, you mean comparing to JavaScript? Yes, to obfuscate JS. Maybe, but I think WebAssembly is not JavaScript, right? It's mostly yes. Binary format, right? So, to me, I think reading LLVM is probably also easier than WebAssembly. Okay. شكراً لكم.